السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم كلكم بلا استثناء. ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. العزومة زي ما قلت لكم بارح، عملت الحاجات دي والله، وخدت من التعليقات اللي انتوا علقتوها. في ناس كتير علقت لي او قالت لي برياني اللحم، عملت برياني اللحم، عملت رز اصفر مع اللحمه، عملت كريم كراميل، عملت التوست بحشوه الدجاج. ده البرياني بسم الله ما شاء الله كان حاجه كده اخر جمال، اللهم بارك وربنا يجعله بالف عافيه على اللي اكلوه. عملت سمبوسه بالجبنه، عملت الكفته البانيه، ده الرز الاصفر اللي قلت لكم عليه، عملته بطريقه حلوه جدا وطريقه جديده. عملت رولات توست بحشوه الدجاج، عملت مسقعه، عملت كريم كراميل، عملت شوربه شوفان. بسم الله ما شاء الله. هندخل مع بعض بقى واحده واحده ونشوف احنا عملنا الاكل الجميل ده ازاي. انتوا عارفين طرق ام عبود سهله جدا، مفيش اسهل منها. بسم الله ما شاء الله. ده البرياني، بصوا يا جماعه كان حكايه. ندخل بقى ونشوف عملنا اكلنا ازاي. بسم الله، هنقول بسم الله وعلى بركة الله، ونبدأ بالمسقعة في جدر فاضي على النار، وهنقول بسم الله. ومعلقة وربع توم مفرومة فرم ناعم جدا، وهنحط عليهم شوية زيت. بسم الله ما شاء الله، يعني مش كتير بس شوية، بحيث ان التومة بتاعتي تتشوح كده وتاخد اللون الذهبي الجميل، مش محتاجين منها حاجة غير كده. هنا خلاص التوم بتاعي اصبح جاهز. عندي كوكتيل من الفلفل الحار والبارد والاخضر والاحمر، هقول بسم الله وهنزل بيه على التوم واشوح ده كله ببعضه. ريحة التوم مع الفلفل بسم الله ما شاء الله. طبعا انا بدب المسقعة الاول بالحاجات الايه اللي تتركن، عشان فيما بعد تكون سهلة ان احنا نسخنها وايه ونقدمها على طول. هنا خلاص الفلفل اخد تشويحة حلوة جدا مع التوم. هنزل بطماطم مقطعة قطع مش كبيرة ومش صغيرة، وسط مكعبات. بسم الله وعلى بركة الله. شوية ملح وكمون، واغطي ده كله لحد ايه ما يستوي مع بعضه شوية. طبعا انا قليت البتنجان بتاعي مجهزاه قليه، يعني سهل القلي سهل يعني. بسم الله. هنا خلاص الطماطم نوعا ما استوت، ممكن نقول 60% مع الفلفل والتوم. هنزل بالبتنجان المقلي وقلب ده كله كده بالراحة مش كتير، يعني برضو انا عايزة بصوا عايزة شكل البتنجان والطماطم يبقى ايه، يبقى جميل، مش كله عجين في بعضه، لا برضو يا جماعة ايه الشكل مهم. بسم الله ما شاء الله. هنا خلاص اعتقد المسقعة بتاعتي بقت تمام التمام، محتاجه بس ان انا اقلبها كده تقليبه بالراحه، وزي ما قلت لكم احاول بقدر الامكان احافظ على الشكل. هنا خلاص هطفي عنها وهدخل على الكريم كراميل عشان ايه، عشان يجمد. هقول بسم الله وعلى بركه الله. عندي 2 لتر حليب، 4 باكت كريم كراميل، بس مش محتاجه حاجه غير كده. المره دي مش هعمل كراميل، هحط مانجا. المانجا برضو جميلة جدا، وبما انها عندنا كتير بسم الله ما شاء الله، فانا عايزة استخدمها في الكريم كراميل وطعمها حلو. هقول بسم الله وعلى بركة الله. بعد ما الخليط بتاعي غلي كويس جدا، انزل في القالب بتاعي املاه عشان لما باجي اقلبه يديني شكل حلو. وهجيب قطع المانجا اللي عندي وامسكها كده ايه، احطها في قلب القالب، بس مفيش حاجة غير كده. هنا خلاص عملت واحد، واتبقى طبعا من الكريم كراميل اللي حطيته في القالب التاني، هحطه على جنب لحد ما يبرد. بسم الله وعلى بركة الله. وهنا هنبدأ نعمل صينية التوست بحشوة الدجاج، او رولات التوست بحشوة الدجاج، او بحشوة اللحمة، او بالجبنة، اي حشوة احنا نحبها ممكن نعملها بيها. بسم الله ما شاء الله. التوست بالدجاج ده يا جماعة بصوا طعم ولا اجمل. الناس اللي ما جربتهاش انصحها انها تجربها. بسم الله ما شاء الله. طعم وجمال وشكل، وتحسوا كده انها حاجة فخمة، يعني ان احنا فعلا تناسب العزومات والمناسبات، وخفيفة فوق ده وده
حاجه خفيفه كده ولطيفه وظريفه. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عاملاها معاكم قبل كده بالتفصيل عشان ما اضيعش وقت الفيديو، فاخدت حته صغيره كده وانا بشتغل. هو عبارة عن توست بنفرده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وحشوة الدجاج موجودة في الفيديوهات اللي فاتت بتاعة الافطار. هنا هكمل كل حاجة وارجع لكم تاني. هنا خلاص كملت الصينية بتاعتي كلها. عندي علبة قشطة مع 3 معالق جبنة سايلة اي نوع، اخلط ده كله ببعضه كويس جدا وابدأ اوزعها على وش التوست، واظبطه طبعا بالمعلقة، يعني اوزع عليها على الصينية كلها بحيث ان ايه ان كل حاجه يكون عليها من الخلطه اللي انا عملتها بتاعت القشطه والجبنه، وكمان بحط عليها جبنه موزاريلا. مفيش جبنه موزاريلا، عادي جدا نحطها في الفرن زي ما هي كده وهتطلع بسم الله ما شاء الله. طبعا في نهايه الفيديو هوريها لكم، لان انا كنت بشتغل اكتر من شغله في وقت واحد. يعني العزومه دي انا عاملاها النهارده يوم الاحد، باديه بالظبط من بعد الظهر بساعه، يا دوب بعد الظهر بساعه بديت. الحمد لله رب العالمين توفقنا، عملنا نوعا ما حاجات حلوه باذن الله العظيم. ربنا يجعلها بالف عافيه على اللي ياكلها يا رب، اللهم امين. زي ما قلت لكم في جبنه موزاريلا نحط شويه، مفيش خلاص مفيش اي مشاكل. برضو الحاجات اللي احنا حاطينها الجبنه مع القشطه هتحمر وهيبقى شكلها زي الفل. عندي هنا الكفته البانيه بتاعتي، انا عملتها معاكم قبل كده برضو، هي عبارة عن لحمة مفرومة فرم ناعم جدا، بس شرط عشان تظبط معانا ما يكونش في اللحمة دي اي دهون خالص مطلقا على الاطلاق. لحمة حمراء ما فيش فيها دهن، ويفضل انها تكون من الكتف، انا دايما بجيبها من الكتف، لحمة بقر يا جماعة مش غنم. ببشر معاها بصلتين، بصل مبشور، بحط معاها كزبرة خضراء وشبت وشوية بقسماط بس، وملح وكمون، شوية ملح وكمون، وأبدأ أصبعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها بيها دي. طبعا أنا عاملاها من الليل وحطها في التلاجة، يعني ايه بوفر على نفس الوقت. عندي بطين، 2 بيض، عندي بقسماط، أي نوع بقسماط، عندي زيت كتير بسم الله ما شاء الله. أساسي عشان الكفتة دي تظبط معانا لازم الزيت يا جماعة يكون غزير بسم الله ما شاء الله. أنا خدت واحدة كده طاوة من عندي ما شاء الله بتاخد زيت كتير، وحطيت فيها زيت زي ما انتوا شايفين، وهبدا اقول بسم الله وعلى بركه الله وانزل بالكفته بتاعتي. بس اساسي عشان الكفته ما تفتكش مني في الزيت يكون الزيت سخن زي ما انتوا شايفين كده، وما اقلبهاش خالص ولا احركها، اسيبها دقيقه او دقيقتين في الزيت ما احركهاش زي ما انتوا شايفين. لو حبيت احركها او في 2 فوق بعض يعني احركها بالطاوه نفسها مش بالمعلقه ولا باي حاجه عشان ما تتكسرش مني وهي لسه طريه. بسم الله ما شاء الله. الكفته دي جميله جدا يا جماعه وطعمها تحفه، وبرده بصوا مش صعبه قوي، كلها سهله خالص يعني بسم الله ما شاء الله. هبدا هنا اطلعها واحده واحده واحطها في صينيه، واحتياطي لو انتوا عايزين لون يعني احمر من ده او لون محمر زياده ممكن بالصينيه دي اللي انا طلعت فيها احطها في الفرن لمده 3-4 دقائق بس يكون الفرن سخن، هتطلع معانا زي الفل ان شاء الله باذن الله. هنا خلاص طلعت اول دور، هبدا احط اللي بعده واعمل الكميه كلها، وبعدين نقدمها في الاخر. هنا خلاص خلصنا الكفته، عندي هنا اللحمه اللي هعمل بيها البرياني. انا هعمل برياني لحم وهعمل كبسه لحم برضو الاثنين. عندي لحمه عاديه وعندي لحمه من الريش بسم الله ما شاء الله. دي الريش اللي هعمل بيها الكبسه العاديه بتاعتنا، الكبسه السعودي بسم الله ما شاء الله. في جدر فاضي على النار هقول بسم الله وعلى بركة الله. هنبدأ هنا نعمل البرياني. هنزل بشوية زيت، هحط يعني حتة بصل صغيرة كده بحيث ما الزيت يسخن اعرف. هقول بسم الله وعلى بركة الله وانزل بقطع اللحمة بتاعتي زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. تمام كده. طبعا اساسي يا جماعه لازم اللحمه تكون يعني تكون مش كبيره قوي زي ما انتم شايفين كده، وكمان تكون من الكتف. الكتف هو يعني من احسن اللحمه اللي انا بجيبها من الكتف، يعني بتيجي حلوه ان شاء الله باذن الله. هنا خلاص عندي بصلايه مقطعه جوانح، عندي فصين ثوم مهروسين، عندي 3 أو 4 فلفل حار. هقول بسم الله وعلى بركه الله وانزل بالبصل والثوم والفلفل على اللحمه بتاعتي، طبعا بعد ما خدت تشويحه كده حلو بسم الله ما شاء الله. طبعا محتاجه ان انا شويه فلفل اسود مع ملح صغيرين خالص، واشوح الحاجات دي كلها ببعضها بسم الله ما شاء الله. عندي علبه زبادي هقول بسم الله وعلى بركه الله
وانزل بعلبة الزبادي فوق اللحمة والبصل والفلفل، وانزل بعلبة تانية كمان. الزبادي لما بتكون كتير في البرياني بيجي طعمه ولا اروع، لان هو اصلا دي بقى خلطة يا جماعة انا جايباها من بندة، هي تبع الوليمة، هي خلطة خصيصا للبرياني. بصراحة انا جربتها قبل كده طعمها تحفة ولا اروع. بسم الله ما شاء الله. حلي فيها يا ام عبد، حلي فيها. خلاص كده تمام، هقلب كل الحاجات دي ببعضها وأهدي عليها النار وأسيبها كده ممكن ربع ساعة لحد ما كل الحاجات دي تتجانس وتختلط مع بعضها، الزبادي مع اللحمة مع الفلفل مع البصل. احتياطي بقى ومجدعة كده من عند أم عبود، معلقة ونص معجون طماطم. ليه؟ عشان أنا محتاجة اللون يبقى داكن شوية، ما بحبش اللون الفاتح قوي في الطبخ يعني، وخصوصا في البرياني كل ما كان غامق شوية كل ما ادانا شكل وطعم أجمل. ما شاء الله، زي ما قلت لكم اسيب الحاجات دي تستوي شويه. عندي عودين قرفه وحبيتين ثلاثه هيل، احطهم فوق الخلطه بتاعتي دي وفوق اللحم. طبعا اللحم ده يا جماعه المفروض ان هو يستوي بس في الحاجات اللي انتم شايفينها دي، بس برضو عشان برضو نكون صراحه مع بعض الحاجات دي هتنشف بسرعه، نحط عليه كاسب مويه، كاسب ميه حاره بارده عادي اي حاجه، ونغطيه. وهنا بالظبط تقريبا كده بعد 40 دقيقه هو ده شكل اللحم بتاعنا اللي استوى في الزبادي وخلطة البرياني والبصل والفلفل. بسم الله ما شاء الله، الريحة ولا أروع والطعم إن شاء الله كويس. كده خلاص أنا كده مش محتاجة غير إني أطفي عليه وأسيبه لحد ما أروح أسلق الرز وأقطع الكزبرة الخضراء أو البقدونس للي بيحب، والبصل أحمره. بسم الله. وهنا هنبدأ بقى نظبط البرياني بتاعنا، ودي يعني آخر لقطة فيه بس مهمة جدا. طبعا أنا سلقت الرز، رز بسمتي، سلقته في مية وشوية ملح صغيرين وشوية زيت بسم الله وعلى بركة الله، وجدر فاضي كده معلش بقى الجدر كان سخن والدنيا كانت ملخبطة خالص. هحط مغرفتين ثلاثة من الرز، عندي هنا كزبرة خضراء، اللي عايز يحط بقدونس أوكي بس أنا ما بحبش البقدونس. هاخد شوية من الكزبرة وأقول بسم الله واحطهم على الرز، وشويه من البصل المحمر، بصل محمر يا جماعه زي بتاع الكشري بالظبط، زي بتاع الكشري المصري. وهاخد من البرياني بتاعي اللحم بسم الله مع الصلصه اللي هو فيها بسم الله ما شاء الله، واحطه فوق الرز تمام كده. واعيد القره، رز، كزبره خضراء، لا اله الا الله، بصل محمر، برياني مع اللحم، بس هو ده اللي هعمله. هعمل الحركة دي لحد الجدر بسم الله ما شاء الله ما يتملي خالص، وبعدها هنشوف هنعمل ايه. مش عايز احرق يعني، خلونا واحدة واحدة مع بعض. زي ما انتوا شايفين احط البصل، لانه البصل بيديله طعم حلو جدا، ده بصل محمر، وشوية من الكزبرة الخضراء بسم الله ما شاء الله، وشوية من اللحم مع الصلصة اللي هو فيها. هنا خلاص احط كله عشان ايه؟ عشان احط بقيه كميه الرز اللي عندي ونخلص. هسيب مغرفه واحده بس هحطها على الرز في الاخر خالص بسم الله ما شاء الله. هنا حطيت البصل المحمر وحطيت شويه من الكزبره الخضراء انا مقطعاها. هنا هحط باقي كميه الرز اللي عندي كلها. طبعا الرز ده مسلوق يا جماعه بالظبط 80%، مستوي 80%، وبقيه السوى بتاعه هنكمله فين؟ هنكمله هنا في الجدر ده بسم الله. اجي كده بالمعلقه بتاعتي واضغط عليه بالراحه بحيث ان كله يعني ايه؟ كله يتجانس مع بعضه ويستوي، الرز اللي ما استواش يستوي مع الحاجات اللي انا حطيتها في الجدر بسم الله وعلى بركة الله. في حركة بقى مهمة جدا، عندي هنا شوية مية صغيرين في بيالة شاي أو في الكاسة بتاعت الشاي، وعندي بما يعادل ربع معلقة من صفار الزعفران، هوريكم العلبة بتاعته دلوقتي، وأدوبهم كويس وأنزل بيهم على الرز كده، بس أخليهم متفرقين، أيوة دائري كده مش في مكان واحد. صفار الزعفران ده من الحاجات الجميلة قوي اللي بتدي الرز تيست عالي جدا، وبتدي له لون جميل، وبتدي له برضو طعم حلو ان شاء الله بإذن الله العظيم. هنا خلاص هو ده يا جماعة صفار الزعفران اللي قلت لكم عليه، تقريبا العلبة دي ب 14 ريال، موجود في بندة، موجود في الغنيم، موجود في العسيم بعض الأحيان. دي المغرفة من الصلصة اللي اتبقت عندي هحطها برضو فوق الرز من فوق بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده.
هنا هغطيه على نار هادية جدا، هوريكم النار، بصوا شمعة، واسيبه حوالي 10 دقايق. نشوف اللي بعده، لا نشوفه هو تاني. هنا خلاص انا محتاجة بقى ايه، محتاجة اقلبه بالراحة خالص كده زي ما انتوا شايفين، لان انا مش عايزة اخرب الشكل ولا القوام بتاعه، مش عايزة اخليه عجينة ببعض ولا سلطة، لا انا محتاجة برضو تناسق الالوان، محتاجة بس بصوا تحريكة بسيطة خالص. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده لون الزعفران تحفة، اللهم بارك. ايوة انا بحرك بالراحة جدا، يعني بحرك بحرص جدا علشان الحاجات ما تخربش. بسم الله ما شاء الله، اللون تحفة اللهم بارك، والطعم كان حكاية كده. تمام كده خلاص، شوية كزبرة كده صغيرين يعني كديكوريشن كده. هنا خلاص هطفي عليه واسيبه. هنا خلاص بسم الله ما شاء الله، جميل جدا زي ما انا بعمله كل مرة، اللهم بارك. عندي هنا هعمل نوع من انواع الرز برضو، رز اصفر. عندي هنا شوية رز مغسولين بما يعادل كاسة ونص رز بسمتي، وعليه شوية مرج من بتاع اللحم اللي انا عملته، وحبيتين هيل، وتكة ملح صغيرة. هعمل ايه بقى؟ هجيب بصلاية مقطعة جوانح بسم الله ما شاء الله، وانزل عليها بشوية زيت في الطاوة، ومحتاجة البصلة دي تتحمر زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده، هاجي هنا اجيب ربع معلقة كركم وقبضة يد زبيب، وانزل بالزبيب والكركم على البصل المحمر، واشوحهم كويس لحد الزبيب ما يتضاعف حجمه ويرجع كده تحس ان هو ايه، تحس ان هو عنب. بسم الله ما شاء الله، شوفوا بقى الزبيب انتفخ وما شاء الله رجع عنب تاني. هنا عندي الرز نشف خالص، ما عادش فيه اي سوائل، هقول بسم الله وانزل بالخلطة بتاعتي دي على وش الرز، واغطيه لمدة 10 دقايق. الرز ده يا جماعه نوعيه الطبخ، يعني الطبخه دي بتدينا رز حلو جدا وطعمه ولا اروع، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده اخر جمال زي ما انتم شايفين. هنا خلاص ابدا اقلبه بقى بسم الله وعلى بركه الله، واقلبه كده ايه بالراحه زي ما انتم شايفين، بيدينا بقى رز حلو لون اصفر، بس مش لون يعني مسبوخ تحس ان هو الوان، لا لون اصفر جميل، لون هادي. بسم الله ما شاء الله، مفلفل وجميل وزي الفل، اللهم بارك. طبعا انا بستخدم رز الشعلان، وده الاكل بتاعنا بعد ما خلصته. اول حاجه معانا البرياني، برياني اللحم بسم الله ما شاء الله. عملت سمبوسه بالجبنه، عملتها معاكم كتير، عملت كريم كراميل، عملت الكفتة البانيه، عملت الرز الأصفر مع لحمة من الريش، عملت المسقعة، عملت رولات التوست بحشوة الدجاج، عملت شوربة الشوفان. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. عايزاكم بقى تقولوا لي رأيكم في طبخ أم عبود، العزومة إن شاء الله إنها تعجب الناس، وإن شاء الله ربي يجعلها عليهم بألف عافية، اللهم أمين يا رب العالمين. وعايزاكم تقولوا لي رأيكم في الاختيارات اللي أنا اخترتها، هي كلها نواشف، مفيش حاجة سايلة غير بس شوربة الشوفان، وتقولوا لي رأيكم في الطبخ بس كده. وإن عجبكم الفيديو برضو في نهاية المطاف كده، يعني كرما منكم تشجعوا مع عبود بلايك، ده طبعا فضلا وليس أمرا. بسم الله ما شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.